السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة شيوات مختارة. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم طبق أكثر من رائع ديال تحمرة الوجه، الأرز باللحم أو الكبسة باللحم. طبق في الأصل خليجي، ولكن اليوم غادي نحضروه بلمسة مغربية. سهل التحضير، مكونات بسيطة ولذيذ بزاف. كنقدموه كوجبة للغداء أو العشاء ولا أروع. نبداو دابا بالمقادير وطريقة التحضير، فرجة ممتعة. عندي هنا طريفات ديال اللحم مقطعين بهذا الشكل، هذا اللحم غنمي. عندي هنا البصلة دوزتها في الهاشواغ. عندي مطيشة مقطعة طريفات صغار، إلا بغيتو تحكوها ممكن. عندي في العطرية اللي غنستعمل عندي لعواد القرفة، عندي ورقة الرند، حبات الهيل والقرنفل. عندي هنا العطرية ديال الكبسة، وعندي الزعفران شعرة. أنا هاد الكمية استعملتها لأن عندي كمية كبيرة ديال اللحم. غنخلي لكم في صندوق الوصف المقادير ديال تقريبا كيلو ديال اللحم. خديت كوكوط درت فيها واحد شوية ديال الزيت لأن عندي اللحم غنمي. ندير فيها طروف هاد اللحم، غندير فيها البصلة، غندير فيها هاد العطرية، غناخدها ونمشي نديرها فوق البوطة باش تشحر. درت الطنجرة فوق النار، بغيت هاد اللحم يتشحر. غندير الملح، غندير العطرية ديال الكبسة، وغادي نحرك مزيان هاد العناصر. غنخلي هاد اللحيمات يتشحروا مزيان، نرد عليهم ونخليهم يتشحروا. حلو يتشحر. غندير عليه مطيشة، غندير الزعفران شعرة، غندير هاد العطرية اللي عندي، عندي هنا مطيشة الحب ما ذكرتهاش، أنا غنزيدها، هادي في الكونجيلاتور.
غنغطي عليها واحد شويه نزيد تشحر ومن بعد غنروي. العناصر عندي هي كلها تشحرات مزيان، دابا غنزيد عليها الماء طيب فاش يطيب اللحم. غادي نخليه حتى يطيب على خاطرو. طفيت على الطنجره تنقلب اللحم، لقيتو ها هو طاب. خديت هنا هاد اللاطه، عندها هنا شويه بالزبده، غادي ناخذ اللحم وغنزلو هنايا تندخلو الفران. غناخد هاد اللحم وغندخلو الفران باش يتجمر واحد شويه. خديت لاصوص اللي بقات، عاد نزيد فيها الرز. انا هاد الرز فزكت واحد ساعه ديال المكانه في الماء، ودابا غنزيدو على هاد لاصوص. غنزيد شويه ديال الملح، الروز كيبغي شويه الملح. هذا المرق اللي تبقى عندي هنا غنزيد عليه واحد الكميه ديال الماء، غيخصني باش نكمل الدوبل ديال كمية الرز. غنغطي عليه وغادي نقص العافية ونخلي الرز يطيب على خاطره. حليت على الرز كيف كتشوفوا، انا دابا قلبتو لقيتو طاب. غادي نخليه واحد شويه، نغطيه ونخليه شويه يزيد يشرب. الرز ديالنا هو هذا كيف كتشوفوا، ها هو تشرب كاع المرق اللي درنا وجات الحبه على اختها. نزلت الرز في هاد بهذا الشكل، غنزل اللحم
اللحم كيف كتشوفوا جا مجمر. نصب شويه ديال اللوز مقلي بهذه الطريقه، الطبق ديالنا هو هذا، قدمته انا بهذا الشكل بسيط كيف كتشوفوا. كنتمنى تجربوا هذه الوصفه لانها كتجي غزاله وابسط طريقه والمراحل كلها مشروحه. الا تبعتوا الفيديو غادي تنجح معكم وتولي معتمده عندكم. وطبعا الى عجبكم الفيديو شجعوني باللايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بجديد الوصفات، وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب باش تعمل فائده. الى اللقاء مع وصفه جديده ان شاء الله. كيف ديما سهله في التحضير بمكونات بسيطه موجوده في كل بيت. دمتم في رعاية الله وحفظه.